السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم طريقة تحضير البامية باللحم. هذا اللحم، هاي البامية، راح نستخدم ثوم وثلاث ملاعق معجون، ثلاث حبايات طماطم. مكونات سهلة والطريقة سهلة، وراح نشوفكم إياها بالتدريج. هذا اللحم راح أسلقه وحده، خليت المي الى مستوى اللحم، وكل 10 دقائق اقلبه الماء يصير نص استوى، اضيفه فوق البانيه وراح اشوفكم الطريق. هاي ضفنا الزيت وراح نضيف الثوم والباميه. اكو اعضاء ما يستخدمون الثوم، بس الثوم يعني فيه طعم، بس اتعامل مثل الرز وحسب الرز. هاي ضفنا الباميه وراح نحمسها لحد ما تاخذ شوع، وبعدين نضيف لها المعجون ونضيف لها اللحم المشوي. هاي الطماطم راح نضيف عليها كوب مي ونخلط. هذا اللحم راح نترك على ما ينشف المي، وبعدين نضيف فوق البان. هاي بعد البان يوم ما نحمسه صارت في هاي الطريقة، راح نضيف لها المعجون. بالبانية أهم شيء المعجون ياخذ شوي. هذا المعجون راح نقلبه في البانية. أهم شيء المعجون ياخذ شوي. يلا نضيف اللحم. وطبعا كل من طريقته، بس هاي افضل طريقة للبامية، وراح تشوفوا مقاديرها ان شاء الله تعجبكم. هذا اللحم من نشف، اللحم هذا من نشف صار بهاي الطريقة، راح نضيفه على نضيفه ويا البامية ونقلبها شوي. طبعا عندنا احنا اللحم ما يطول بالاستواء، بس اذا عندكم غير مكان اللحم يطول خلوه يستوي، يلا ضيفوه على البانية. بس احنا استوى وصار بهاي المستوى، قلبناه ويا المعجون والبانية. راح نضيف عصير الطماطم. كوبين مي، نقلبها. هاي خلال ساعة
وتكون جاهزة على نار متوسطة، وإن شاء الله تعجبكم. تحياتي لكم أينما تكونوا. هاي البانية أصبحت جاهزة، إن شاء الله تعجبكم. تحياتي لكم.